هلا الاي سي عندنا نوعين رئيسيين من الاي سي موتور. Induction motors اللي كمان بنسميهم asynchronous. الـ A ايش معناها هون؟ النفي. الـ A معناها النفي زي ما بنقول A A periodic تمام؟ بدي اقول انا A sexual reproduction تمام؟ مش في عندنا مثلا البطاطا والاشياء هاي التكاثر بنقول A، الـ A هون معناها او asymmetric. asymmetric A S D L. هلا نفس الاندكشن موتور بنقسم لقسمين رئيسيين، القسم اللي شائع جدا هو سكورل كيج اندكشن موتور، لكن في كمان نوع اللي هو الواوند روتر اندكشن موتور، اوكي؟ سكورل كيج اندكشن موتور في داخل المحرك عندي بس سكورل، سكورل كيج. فيرومغنتيك ماتيريال، كوندكتر، فيرومغنتيك ماتيريال هو الكور تبعه فيرومغنتيك، الكوندكترز بس كوندكتنج. فعندي في داخل سكورل كيج اندكشن موتور رح يكون في عندي سكورل كيج، اه؟ قفص السنجاب. تمام الباز الومنيوم او كوبر بس هي مركبه في داخل. يعني هون اذا اطلعنا على سكورل كيج اندكشن موتور لو كبرناه من هون راح نلاقي في عندنا هذول الكوندكتنج بارز، كوندكتنج ماتيريال اللي هي عاده يا الومنيوم يا كوبر. هدول البارز كوندكتنج، كوندكتنج هل هدول فيروماجنتيك؟ لا حديد. اوكي الالمنيوم مش فيروماجنتيك ماتيريال. ايش اللي بدني انه الماده فيروماجنتيك او لا؟ الكتروفيروماجنتيك ميو عادي ميو ميو عادي ميو. البيرمابيليتي تبعت الماتيريال هي اللي بتقول لي هاي الماده هاي الماده انها فيروماجنتيك ولا لا. اذا كانت الميو ريلاتيف او ميو للماتيريال زي الهواء او قريبه من الهواء، واللي هي الحاله بالنسبه للكوبر والالمنيوم تقريبا واحد الريلاتيف بيرمابيليتي للمادتين هذول. لكن هم ايش اللي بيميزهم الشيء الثاني؟ كوندكتنج. ليش بيميزني الكوندكشن تبعت الماتيريال؟ ايش البارامتر؟ سيجما او رو، يا الريزستيفيتي يا الكوندكتيفيتي، اه؟ هذا بيميزهم سيجما بدها تكون طبعا الكوندكتيفيتي عاليه او رو منخفضه، اه؟ هذول المواد بس ريزن اللي جود كوندكتيف ماتيريالز. طبعا مين احسن؟ مين كوندكتر احسن من الثاني؟ الكوبر احسن من الالومنيوم، بس الالومنيوم بشكل عام ارخص كماده فبحاول يستعمل. هلا هدول البارز في داخل ايش محطوطين؟ جوا فيرومغنتيك. هاي ايش الماتيريال هاي؟ هاي لازم تكون فيرومغنتيك، هذه جزء من الماجنتيك سيركت. يعني البارز هدول بدهم يكونوا واقفين بالهواء، هل القفص رح يكون واقف قفص لحاله في الهواء؟ لا. لا، رح يكون في عندي هون صفائح. عشان تكمل الماجنتيك سيركت تمام. حسب الكلاس لازم تكون قديش داخل تمام قديش داخل. وعادة بكون في عندي تو كوندكترز، بس انا رسمت كوندكتر واحد. اوكي هاي المادة ايش لازم تكون؟ هاي بدها تكون فيرو ماجنتيك ماتيريال. شورت واللي هي بيهمني فيها ميو ار تكون عالية. هاي بتكمل الماجنتيك سيركت. وين بدت الماجنتيك سيركت؟ راح تبدا بالستيتر. راح تبدا الماجنتيك سيركت بالستيتر وراح تنتقل للروتر. ووجود هاي الفيروماجنتيك ماتيريال مع الفيروماجنتيك ماتيريال هون ايش راح يعمل؟ راح ينزل الريلكتنس تبعت الماجنتيك سيركت. مين اللي انحصر في داخل هذا الريلكتنس بهذه الماجنتيك سيركت؟ بداخل بي الكوندكترز اللي موجودين هون. اوكي ماشي واضح. اذا هاي الماده ايش لازم تكون؟ فيروماجنتيك. هدول المواد لازم يكونوا كوندكتنج، دول لازم يكونوا كوندكتنج اللي هو سكورل كيج. وفي نهايه السكورل كيج هدول كلهم راح ينجمعوا مع بعض، فالقفص هذا في النهايه راح يكون عندي مجموعه من القضبان ونهاياتهم معمولها شورتنج. هدول هم القضبان الالومنيوم، لكنهم بايش محطوطين؟ ايش اللي ماسكهم وبلفهم حواليه؟ الفيروماجنتيك ماتيريال. هاي بتكون عباره عن صفائح، هاي الماده الفيروماجنتيك بتكون عباره عن صفائح ملزقين ببعض، مزبوط؟ لاحظ وين اتجاه الماجنتيك فلكس؟ هيك مظبوط؟ كيف راح يحاول يعمل ايدي كرنتس؟ هيك. فاذا انا حطيت صفائح بهذا الاتجاه مش راح اقطع الدائره تبعت الايدي كرنتس؟ عشان ايش اخفف؟ اخفف الايدي كرنتس لوسز. اذا هذا هو سكورل كيج اندكشن موتور. سكورل كيج اندكشن موتور بنسميه اتس ذا ورك هورس اوف ذا اندستري. ورك هورس
يعني قليل جدا. تقريبا 90% من التطبيقات الصناعيه اللي موجوده اليوم هي اما سنجل فيز يا اما ثري فيز اندكشن موتورز. لو مينتننس، فيري فيري لو مينتننس، ما بده صيانه، صيانته قليله، ما في شيء يعني الصيانه معدومه فيه. كل المشكله ممكن تصير مع الوقت احيانا البيرنجز البيد اللي حامل الشافت بدها تبديل، او طبعا اذا صار في مشكله في خطا بالاستعمال او شيء صار. بس عاده كصيانه دوريه ما بده صيانه دوريه زي البرشت دي سي موتور. 90% من التطبيقات هذا. وبعدين ميزته انه ما في شيء في عندي كونكشنز للسكور الكيج، ما في تيرمينلز بتطلع من الروتر لبرا. اه بس ستيتر، تمام. عندي 3 تيرمينلز او 6 تيرمينلز بتطلع من الستيتر. الواند روتر اندكشن موتور في عندي الروتر، راح يكون في وايندينجز بالروتر وراح يطلع معي 3 اسلاك من الروتر. لكن مشكلتي اذا عندي 3 اسلاك طالعه من الروتر، هو الروتر بلف باي ديفينيشن اسمه روتر، كيف بدي اشبك هدول الثلاث اسلاك؟ شو بدي اضطر استعمل؟ بستعمل شيء اسمه سليب رينجز. سليب رينجز اللي هي بتشبه اسوار، هي اسوار مركبه على الشاف جايها سلك، بعدين اسواره ثانيه مركبه على الشاف جايها سلك، وتكون واحده ثالثه. طبعا عشان لو 3 فيز رح يكون في واحده ثالثه كمان مشبوكه على الشاف. هلا هذا المحرك هو بلف، في عندي الكتريكال كونكشن من كل واحد من الفيزز تبعت الروتر اللي هون، وهون راح يكون في عندنا نفس الشيء، راح يكون في عندنا كونكشن كنا برشز من هون تاخذ من هذول الثلاثه سليب رينجز. لاحظوا هذا ستيشنري وهذا الشافت روتيتي، مضبوط. هذا الشافت عم بلف هاي وهاي وهاي ستيشنري، فبقدر اطلع ثلاث كونكشنز من الروتر. ليش بنستخدم الواند روتر اندكشن موتور؟ ليش غلبنا حالنا ولفينا الروتر شبكنا عليه ثلاث اسلاك وطلعناهم لبرا؟ ممكن نزيد الروتر ريزيستنس. تمام، بتغيير الروتر ريزيستنس. انا عندي ار2، ار2 هي الروتر ريزيستنس. ار2 اذا كانت عاليه بعطيني هاي ستارتنج تورك بس لو افشنسي، وR2 إذا كانت منخفضة بعطيني low starting torque بس high efficiency. أوكي ماشي، فاهمين النقطة هاي؟ R2 إذا بتتذكر الموديل تبع الاندكشن موتور، equivalent circuit هاي الكور losses، هذا الماجنتايزيشن تبع الكور، الماجنتايزيشن كارنت تبع الكور، الماجنتايزنج كارنت. الترانسفورمر افكت انا لغيته من هون وركبت هذه الدائره، هاي الدائره هون رح تطلع رح تلاقي في عندي لو حطيت هاي مقاومه وحده ار2 على اس، اس اللي هي سليب. هلا عندي ار2، قيمه ار2 بتاثر على سبيد تورك تبع المحرك على ستارتنج كارنت. فاذا كان عندي لو ار2 رح تعطيني لو ستارتنج كارنت بس هاي افشنسي. سبب انه هاي افشنسي انه سليب بصير صغير. اوكي هلا اذا رفعت قيمه ار2 ايش زاد عندي؟ ستارتنج تورك. بس ايش ساعدي؟ ايش اللي كبر؟ السليب. ولما كبر السليب، السليب على فكره هو اللي بحدد لي العلاقه ما بين الروتر لوسز والترانسفيرد باور. فكل ما زاد السليب، كل ما المحرك مشى على سليب اكبر بتكون الافشنسي تبعت المحرك اقل. ونفس الشيء لو رديت هلا زدت ار2، فخلينا نسمي هدول ار1 قيمه 1، قيمه 2، قيمه 3، وهي هون ار انكريسينج. اذا اطلعوا هلا على هذا الكيرف، اذا كانكم شايفينه من ورا، هذا الكيرف بحكي لي العلاقه بين ايش وايش؟ توك وسبيد وتورك. هذا هو سبيد تورك كيرف، هاي النقطة هي السينكرون سبيد. لاحظوا السينكرون سبيد ما اختلفت بغض النظر عن قيمة ار اللي حطيتها بالروتر، مضبوط؟ اللي هي لها علاقة بالفريكونسي والعلاقة بعدد البيرز اوف بولز او عدد البولز. لكن اختلف لما كبرت ار اللي موجودة هون في الروتر، كل ما زادت ار عماله بزيد ستارتنج تورك، واللي هو جيد. احيانا انا بدي ستارتنج تورك عادي، بس المشكلة اذا ظلت هاي قيمتها ار 3، ايش عندي الافشنسي تبعت السيستم؟ ضعيفة.
لانه السليب كبير وكل ما كان السليب كبير يكون الافشنسي اعلى. تذكروا الاير جاب باور بتنقسم بنسبه 1 ماينس اس واس. اس اللي هي اللوسز الروتر لوسز، والثاني اللي بتصير كونفرتد باور. اذا انا بدي استفيد ذا بيست اوف بوث وورلدز. عمركم سمعتوا تعبير ذا بيست اوف بوث وورلدز؟ انت بدك تاخذ كل شيء، بدك تكوش على كل شيء. فاذا انت بدك جود ستارتنج تورك ولو افشنسي، شو بتقدر تعمل؟ بتقدر في البدايه تزيد التورك عشان يكون عندي جود ستارتنج تورك، وشوي شوي وهي السرعه بتزيد شو بتعمل بآر هاي؟ بتنزلها. فلما وصل هو فول سبيد بترجع هون، فكانك انت بتبدا على هذا الكيرف، على الكيرف تبع الآر 3، شوي شوي بتضلك تغير آر 3، فرغم انك بتبدا هون بتضلك هون تنتهي هون. كيف بعملها هاي العمليه؟ بطلع هذول الثلاثه من هون وبحط فيربل ريزيسترز. هذول الثلاث ريزيسترز بنشبكهم على ستار بوينت، وهي راح احطها فيربل ريزيستر. هذول ريزيسترز خارجيات، وهي هون افرض عندي هاي سليب رينج هون وسليب رينج هون وسليب رينج هون، هي نقلت من روتيشنال لستيشنري. هلا اول في البدايه بخلي قيمه ار كبيره، فمن وين راح ابدا ستارتنج تورك تبعي؟ من هون. بس بدا السيستم يتحرك شوي شوي ويزيد، في عندي نوع من الفيدباك بصير يغير المقاومات هذول اللي موجودين هون. لما بوصل عند النقطه هاي خلص بنزل هذول لقيمه، فبرجع على افيشنت سيستم. شو الديس ادفانتج تبعت الواند روتر اندكشن موتور؟ السليب رينج والكوست، الكوست عالي لانه انا بدي اشتري محرك مختلف، الروتر تبعه مختلف عن السكور الكيج اندكشن موتور. شو استفدت؟ استفدنا اخذ جود ستارتنج تورك كاركترستكس. استعمال الواند روتر اندكشن موتور خف كثير. المكان الوحيد اللي لسه بيستخدم فيه ايش هو؟ مين بيعرف؟ المصانع. لا. الويند. الويند. سموه دبلي فيت اندكشن جنريتر. هذا اللي هو دبلي فيت اندكشن جنريتر. رجع له ريفايفر. هلا لما بدا الويند تيرباينز، لما بدات تطلع فكره الويند تيرباينز، جي جنرال الكتريك هلا بده يصنع، بيصنعوا ويند تيرباينز ضخمه جدا تستعمل في الدبلي فيت اندكشن جنريتر. الاندكشن جنريتر لازم يكون مشبوك على جريد، لازم يكون في عندي جريد. ما بقدر اروح ميدل نص الصحراء واشغل الاندكشن جنريتر والاندكشن جنريتر هذا يعطيني باور، لازم يكون عندي سينكرونس جنريتر. لكن اذا عندي سبلاي اوريدي واصل للمكان، في عندي سبلاي اوريدي اي سي سبلاي موجود وواصل مكانه وحدد لي الفريكونسي، ممكن استخدم اندكشن جنريتر بحيث اني اعمل جنريشن لباور وارجعها للجريد عن طريق الاندكشن موتور، واللي حدد الفريكونسي مش هو، اللي محدد الفريكونسي هو الجريد.